أعزائي طلبة وطالبات ثانوية عامة في كل مكان، أهلا بيكم. معاكم دكتور محمود عثمان بكلية طب جامعة عين شمس. دلوقتي يا شباب إن شاء الله هنبتدي في شرح الغدة الدرقية، وهي تاني الغدد عندنا في جهاز التنسيق الهرموني، أو اللي هو الجهاز الهرموني أو جهاز الغدد الصماء في جسم الإنسان. نبدأ كده بسم الله الرحمن الرحيم. مبدئيا الغدة الدرقية ليها اسم تاني اسمها غدة النشاط، تمام؟ زي مثلا الغدة النخامية كنا بنقول عليها سيدة الغدد أو مايسترو الغدد، كذلك الغدة الدرقية ليها اسم تاني وهو غدة النشاط. طيب المكان بتاعها موجود فين؟ والله هي موجودة في الجزء الأمامي من الرقبة. أنت عندك دي بنت أهي، دي الرقبة بتاعتها، هي موجودة من الجزء الأمامي من قدام مش من ورا، تمام؟ طيب حلو. ملاصقة للقصبة الهوائية، دي أنت عارف إن هي القصبة الهوائية معمولة من غضاريف، مش هقول لك نوعها، اكتبه لي في التعليقات ما تنساش، تمام؟ طيب هذا العضو هي الغدة الإيه؟ الدرقية أو غدة النشاط. طيب حلو، عايز أوصفها، تمام؟ أنا عايز أعرف موقعها زي ما كنا بنقول، لو ليها اسم تاني إيه هو؟ أوصفها تشريحيا شكلها عامل إزاي؟ ووظيفتها من حيث إفراز الهرمونات بتفرز إيه؟ والهرمونات دي هندرسها بالتفصيل من حيث وظائف كل هرمون، والأمراض اللي بتحصل نتيجة زيادة أو نقص أو الخلل عامة في إفراز هذا الهرمون. طيب حلو قوي، هذه الغدة الدرقية لو هوصفها أقول عليها غدة حويصلية. يعني إيه غدة حويصلية؟ يعني مكونة من حويصلات. أنت ملاحظ إن هي مكونة من دواير كده، كأنها دواير لازقة في بعضها، اللي هي الدواير دي، تمام؟ هي ما تكونش باينة شوية، بس أنا برسمها لك بالأزرق إيه عشان أبينها، تمام؟ هي بتبقى عاملة زي الدواير، محببة كده، عاملة زي الحبوب كده اللي لازقة في بعضها، تمام؟ عشان كده عاملة زي الحويصلات، فبسميها غدة حويصلية. تميل إلى اللون الأحمر، اللون ده يعني بني محمر شوية، بس هو بيبقى قريب للأحمر في الحقيقة، بس عشان دي رسمة، تمام؟ تميل إلى اللون الأحمر، بتبقى حمرة عن كده شوية، تمام؟ طيب محاطة بغشاء من نسيج دم. والله مبدئيا الغدة دي قلنا فيها خلايا مفرزة، الخلايا المفرزة دي أنا بحميها من بره بنسيج دم، لأن إحنا قلنا إن النسيج الدم بيتميز بقوته، والغدة دي موجودة في رقبتك على طول، مواجهة لإيه؟ لبره على طول، يدوب فوقها جلد ويعني عضلات بسيطة جدا، تمام؟ فأنا عايز أحميها، فربنا سبحانه وتعالى أحطها بنسيج دام، تمام؟ طيب مكونة من فصين بينهما برزخ، آدي فص، ده الفص الإيه؟ ده الفص الأيسر، وده الفص الأيمن، سلم عليها. عايز تعرف ده أيسر من أيمن، سلم على الشخص اللي قدامك، تمام؟ طالما هو واقف وشه لوشك سلم عليه، شوف إيدك اليمين هتروح ناحية فين؟ والله هنا ايدي اليمين راحت الناحيه دي يا دكتور، يبقى دي ده الناحيه اليمنى، يبقى ده الفص الايمن وده الفص الايسر، فصين بينهما برزخ، تمام؟ برزخ يعني اتصال زي كوبري كده، تمام؟ طيب كلمه برزخ دي، تمام؟ منطقه اتصال كده، اختناق صغير، حاجه بسيطه كده، ده البرزخ، تمام؟ طيب ده كده وصفها، غده حويصليه الشكل، تمام؟ لونها يميل الى الاحمر، محاطة بغشاء من نسيج دم، من فصين وبرزخ، تمام؟ طيب الوظيفة بتاعتها بتفرز هرمونين ملهمش تالت. أول هرمون عندي اسمه الثايروكسين وهنتكلم عنه بالتفصيل، والهرمون التاني اسمه الكالسيتونين وبرضه هنتكلم عنه بالتفصيل. تعالى بقى نتكلم عن هرمون هرمون. أول هرمون عندي اسمه الثايروكسين. طيب الثايروكسين ده لازم تعرف تركيبه، لأن بعد كده في الأمراض هتعرف تعالجه إزاي من إنك عارف تركيبه. طيب هو بيتكون من يود، عنصر اليود اللي هو رمزه اي اللي هو بالانجليزي ايودين، تمام؟ وكمان ماده غرويه مكونه من بروتين معلق في محلول شبه مائي. طيب يعني ايه ماده غرويه يا دكتور؟ والله بص، ماده غرويه دي معناها انها ماده مكونه عباره عن ميه، تمام؟ ميه ودايب فيها بعض الايه؟ المواد الايه؟ العضويه اللي بتخليها تقيله، عامله زي الجيلي كده، تمام؟ تقيلة عاملة زي الجيلي، فإيه عاملة زي الجيلي، قوامها كده بيبقى عامل زي الغيرة، فعشان كده بسميها إيه؟ مادة غروية. أهو اللي مخليها غروية البروتين اللي عايم فيها، تمام؟ طيب فبذلك الثيروكسين يكون من يود ومادة غروية. وعلى فكرة البروتوبلازم بتاع الخلية اللي مكون من سيتوبلازم وعضيات وبعض المغذيات اللي بتبقى دايبة في السيتوبلازم ده مادة غروية. ولذلك في حد قبل كده كان سألني لما لا يستطيع الفجوة العصارية في الخلية لا تستطيع أن تسحب الماء من البروتوبلازم عند الحاجة إليه ومفيش مية بره، يعني لو الخلية
النباتيه مثلا مفيش ميه بره وعايزه تكتسب دعم فسيولوجيه، طب ما تسحب الميه من البروتوبلازم. لا، لان البروتوبلازم محلول غروي زائد فيه بعض المواد اللي هي كبيره الحجم، بوليمرات. البروتين ده بوليمر كبير، تمام؟ ما ينفعش الميه تتسحب من المحلول اللي فيه بوليمرات كبيره. ليه؟ طبعا لانها تعتبر جزيئات ضغطها اكبر من الجزيئات الموجوده داخل الفجوه العصريه، فمش هينفع يبقى خاصيه اسموزيه مثلا في الطبيعي تسحب الايه الميه اللي داخل الفجوه العصريه، ولكن ممكن ينفع العكس، ان الماده الغرويه بتاعه البروتوبلازم دي على العكس ممكن هي اللي تسحب الميه من الفجوه العصريه، لانها ماده غرويه زائب فيها او معلق فيها، هي مش بتذوب. عشان نبقى صراحه مع بعض، البروتين ده حاجه لا تذوب في الميه، تمام؟ طيب، نادره او شحيحه جدا الذوبان في الميه، لانها بوليمر ده معقد كبير لازم يتكسر الى احماض امينيه عشان يمكن يدوب، تمام؟ طيب، ولذلك ماده غرويه يعني ماده محلول معلق، في معلقات مش حاجات دايبه، في جزيئات كبيره الحجم مش دايبه، تمام؟ ده معنى كلمه ماده غرويه. واليود، تمام؟ دول مكونات الثيروكسين. طب اهميه الثيروكسين، الثيروكسين بيعمل ايه في جسمي؟ والله الثيروكسين ده بيأثر على وظائف الجسم العادية، يعني الثيروكسين ده مش مؤثر على غدة تانية زي هرمونات مثلا اللي كانت بتفرز من الغدة النخامية، كانت بتؤثر على غدة تانية ولذلك كنت بسميها المايسترو، انما هنا ده بيأثر على حاجات تانية. طب بيأثر على ايه؟ ده بيعمل على نمو وتطور القوى العقلية والبدنية، تمام؟ نمو وتطور القوى العقلية والبدنية، ده اللي بيعمل على نمو والتطور بتاع الايه؟ الاول حاجه الجسم بتاعك بدنيا، تمام؟ بيبني، تمام؟ ده هرمون بنائي، حلو. وتطور القوى العقليه، العقل بس اللي مش كمان ايه، مش الايه، مش الجسم بس، لا ده العقل كمان. طيب، حلو قوي. يؤثر على معدل الايض الاساسي ويتحكم فيه. يعني ايه يؤثر على معدل الايض الاساسي ويتحكم فيه؟ معدل الايض متفقين ان هو هدم وبناء. طيب، الثيروكسين بيأثر على الأيض عامة، تمام؟ بيأثر على المعدل. والله يعني إيه معدل؟ معدل يعني هو كتير قليل بيأثر عليه، ممكن لو هو كتير مثلا يخليه يقل، أو لو قليل يخليه يزيد، تمام؟ ويتحكم فيه، يعني هو وجود الثيروكسين هو اللي بيقول الأيض هيبقى كتير ولا الأيض هيبقى قليل، سواء كان هدم أو بناء، تمام؟ تالت حاجة إنه بيحفز امتصاص السكريات الأحادية من القناة الهضمية. يعني إيه الكلام ده يا دكتور؟ إحنا اتفقنا إن القناة الهضمية بينزل فيها الطعام، الطعام بيكون في صورة مواد كبيرة معقدة، تمام؟ زي مثلا أنا لو كلت حاجة فيها نشا، النشا ده مكون من عدة إيه؟ أحاديات السكر أو سكريات أحادية. إحنا اتفقنا في ثانية ثانوي أو في أولى ثانوي كمان الكربوهيدرات، تمام؟ الكربوهيدرات دي مالها؟ نوعين، سكريات بسيطة وسكريات معقدة. السكريات بسيطة كانت مكونة من إما السكريات الأحادية زي الجلوكوز وغيره، تمام؟ وكمان السكريات الثنائية زي المالتوز واللاكتوز وما إلى ذلك، تمام؟ طيب، القناة الهضمية كان وظيفتها إيه؟ إنها بتهضم الأكل اللي هو الكبير، اللي هو البوليمرات الكبيرة زي النشا مثلا، تكسره إلى سكريات أحادية، وبالتالي أقدر أمتصه ايه من خلال القناة الهضمية في الامعاء الدقيقة خاصة، تمام؟ طيب، حلو. لو انا كسرته دلوقتي بالانزيمات والعصير المعدي والمعوي اللي بيفرز فيه هذه القناة الهضمية، لو ما فيش هرمون ثيروكسين انا كأني ما عملتش حاجة، كأني كسرته وهيفضل موجود وينزل في الاخر مع الفضلات، تمام؟ ولن يتم امتصاصه، تمام؟ لو ما فيش ثيروكسين مش هقدر امتص السكريات الاحادية اللي انا خدتها واستخلصتها من البوليمرات الكبيرة زي النشا، تمام؟ فبدون الثيروكسين عملية الهضم دي بلا قيمة بالنسبة لموضوع الكربوهيدرات. طيب، حلو قوي. تاني حاجة او اخر حاجة عندي، اسف، بيحافظ على سلامة الجلد والشعر. طول ما انت في ثيروكسين بمعدله الطبيعي في جسمك، المعدل المناسب، جلدك وشعرك بيكونوا كويسين ويتعرضوش لأي امراض
من نقص الهرمونات، تمام؟ ما بيتساقطش مثلا شعرك، شعرك بينمو بمعدل طبيعي وبيتساقط بمعدل طبيعي، ما بيتساقطش عمال على بطال، ما يجيلكش حاجه اسمها صلع مبكر كده، جلدك بيكون دايما رطب، ما بيبقاش جاف زياده عن اللزوم ولا رطب زياده عن اللزوم، بيكون رطب ايه في معدله الطبيعي وما الى ذلك. خلي بالك من حاجه، بص انا مش قلت لك انه هو هرمون بنائي لانه بيساعد على النمو؟ طبعا. طيب كمان هو ليه تأثير هدمي، مش الأيض ده هدم وبناء؟ طب هو بيعمل ايه؟ بيؤثر على معدل الأيض كله، ما قلتلكش الهدم فقط ولا البناء فقط، فبذلك هو بيؤثر على معدل البناء علشان كده بيعمل نمو، وكمان برضو بيؤثر على معدل الهدم، ممكن ساعات يزود الهدم، تمام؟ فبرضو يعتبر هرمون هدمي. فلما اقولك هل الثيروكسين هرمون هدمي فقط تقولي غلط، هرمون بنائي فقط؟ لا، يبقى هو هدمي وبنائي في آن واحد، تمام؟ طيب على عكس هرمون النمو، هرمون النمو كان هرمون بنائي فقط، تمام؟ لأن بعد كده برضو هناخد هرمونات هدمية فقط، إنما ده بيجمع الصفتين. طيب ننقل على الجزء اللي بعديه. والله إحنا كده خدنا الهرمون اللي هو اسمه ثيروكسين ووظائفه الأربعة. طيب ناخد أنواع الخلل فيه. والله أنواع الخلل فيه مختلفة شوية عن أنواع الخلل اللي كنا بناخدها في بقية الهرمونات. إحنا كنا بناخد نقص وزيادة، والنقص بيعمل إيه والزيادة بتعمل إيه. الثيروكسين عندنا حتة واحدة كده إيه إضافية. طيب عندنا إيه اللي بيحصل في النقص، وإيه اللي بيحصل لو النقص ده زيادة قوي، يعني نقص حاد، نقص كبير قوي، جسيم، تمام؟ كلمة نقص اللي هو نقص يعني ايه، ممكن نعوضه لو احنا صبرنا عليه شوية او نعالجه ايه بحاجات بسيطة، انما النقص الحاد ده بيبقى نقص يعني كارثي وبيؤدي الى مشاكل اكبر من ايه مشاكل النقص العادي والزيادة. فمشاكل الثيروكسين عشان ترتب دماغك كده وتنظم افكارك عشان الموضوع مش منظم قوي في الكتاب، نقص ونقص حاد وزيادة. طيب والله نمسك واحدة واحدة. النقص يحدث نتيجة حاجة واحدة، النقص سببه حاجة، النقص العادي، خلي بالك كلمة نقص اهي عملها لك بالأزرق، تمام؟ نقص يعني نقص عادي، نقص مش كبير قوي، مش جسيم، تمام؟ طيب بس هو مؤثر. أنا قلت لك أي نقص أو زيادة عن المعدل الطبيعي سواء كانت كبيرة أو صغيرة تؤدي إلى خلل، تمام؟ طيب النقص اللي هو الصغير ده ولكنه مؤثر، ده بيحدث نتيجة إيه؟ نقص اليود. مش أنا قلت لك إن من مكونات الأساسية للهرمون ده اللي هو الثيروكسين يود والمحلول الغروي اللي هو فيه بروتين؟ هتقول لي أيوة يا دكتور. طيب يبقى لا يمكن تكوين الثيروكسين ولا يمكن إفراز الثيروكسين إلا في وجود اليود، لازم اليود يكون موجود، تمام؟ فأنا لو خدت اليود ده بكميات قليلة عن المطلوب في الغذاء وفي المية وفي الهواء، وبيبقى موجود في التلاتة، موجود في الغذاء، موجود في ملح، في بعض الأملاح كده بيبقى فيها إيه يود، وفي المية برضو بعض الإيه المناطق أو في بعض الأماكن المية إيه ساعات بيبقى إيه دايب فيها إيه بعض الإيه اليود، والهواء، الهواء ده خاصة في المناطق اللي هي الساحلية، المناطق الساحلية زي مرسى مطروح والساحل وكده واسكندرية بيبقى فيها اليود ده موجود في الهواء، ممكن الواحد يتنفسه، تمام؟ يخش مع النفس، تمام؟ فهذا الثيروكسين إذا كان اليود قليل في الهواء والغذاء والمية بيقل، بيحصل له نقص، تمام؟ ولكن ليس نقص حاد، السبب في النقص هو قلة اليود. طيب حلو قوي. النقص العادي ده اللي هو النقص مش ملحوظ قوي ولكنه مؤثر، بيؤدي إيه بقى؟ إيه الأثر بتاعه؟ يؤدي إلى مرض اسمه التضخم أو الجويتر. كلمة جويتر دي كلمة لاتينية معناها التضخم، هي هي، تمام؟ التضخم البسيط أو الجويتر البسيط، هي هي، تمام؟ طيب ده بيحدث إمتى؟ أنا قلت لك ركز في الفترات، النقص والزيادة قلت لك ركز في الفترات، ده بيحدث أثناء البلوغ ولا أثناء الطفولة؟ طيب قال لك والله ده ريحنا، نقص الثيروكسين اللي هو العادي نتيجة نقص اليود في الغذاء والهواء والماء بيعمل تضخم بسيط أو جويتر بسيط في الأطفال وفي البالغين، في الاثنين، طفولة وبلوغ، طفولة وبلوغ، ركز. طيب هذا النقص بتاع الجويتر البسيط والله هو بيبقى شوية تضخم صغير كده في الغدة الدرقية. طيب أعالجه ازاي؟ والله كل يود، كل أطعمة فيها يود زي الملح، تمام؟
بعض الاملاح، املاح اليود مش اللي هو ايه كلوريد الصوديوم العادي، لا املاح اليود تمام. في بعض الاملاح بيبقى مضاف لها ايه عنصر اليود، ده طبعا بيتباع ايه احيانا مخصوص عشان انت بتجيبه مخصوص عشان ايه تعالج نفسك من هذا التضخم البسيط. طيب والاغذيه المختلفه مش لازم الملح بس، طيب كتر يود شويه تمام، زود يود عشان هو اصلا ناقص عندك. طيب ده شكل الجويتر البسيط، والله بيبقى انتفاخ صغير كده مش كبير قوي، لسه ان شاء الله في جويتر تاني في اخر الحصه هوريه لك برضو بسبب حاجات تانية. طيب اهو ده الجويتر البسيط، يعني انتفاخ بسيط كده ايه في الغده الدرقيه، هو بيتلاحظ ولكن هو بسيط بالنسبه للي هنشوفه بعد كده. طيب حلو قوي. طب نقص كده احنا خلصنا من عمليه النقص، قلنا نقص الايه الثايروكسين نتيجه نقص اليوت غذاء وهواء وميه، وبيحصل في البلاغين والاطفال، وبيحصل حاجه اسمها جويتر او اللي هو التضخم البسيط. طيب بنعالجه ازاي؟ ان احنا نحط يود في الاكل نتوصى بيه شويه. طيب النقص الحاد، نقص قوي، نقص قوي، نقص ملحوظ كبير ومؤثر برضو، قلنا النقصين بيبقوا مؤثرين. طيب والله النقص الحاد ده ليه حالتين، ليه حاله اثناء الطفوله وليه حاله اثناء الايه البلوغ تمام، في فتره البلوغ. انما النقص العادي يمشي للاثنين، نفس المرض للاثنين، انما النقص الحاد بيفرق. نقص الحاد لو في طفولة يؤدي لمرض اسمه القماءة. المرض اللي اسمه القماءة ده مرض هو عبارة عن قصور في كل حاجة تمام، بقلل كل حاجة. طيب قصور في ايه؟ في نمو الجسم تمام، نمو الجسم بيبقى فيه قصور او بيبقى فيه نقص تمام، حيث يكون الجسم قصير والرقبة قصيرة والرأس كبيرة. بص ده جسمه قصير تمام، عذرا يعني للصورة انا اسف جدا ولكن لازم اوضح لك، الجسم قصير، شايف الرقبة قصيرة ازاي؟ تقريبا ما فيش مسافة ما بين راسه وما بين ايه الكتف تمام، والايه الرأس كبيرة، شايف الرأس كبيرة ازاي؟ حاجتين قصيرين جسم ورقبة، والكبير ايه الرأس. ده مرض اسمه القماءة، يجي ايه نقص حاد، نقص حاد في الثيروكسين اثناء الطفولة. طيب النضج العقلي يسبب ايه؟ تخلف عقلي تمام، والنضج الجنسي بيأخره تمام. يبقى ده بيعمل قصور في ثلاث حاجات، في نمو الجسم والنضج العقلي ممكن يعمل تخلف عقلي، والنضج الجنسي ممكن يأخر النضج الجنسي تمام. طيب حلو قوي. المرض اللي بعديه نقص حاد برضو للثايروكسين، بس فين؟ في البالغين، يعمل ميكسوديما 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 بالغين، نقص حاد تمام. طيب اعراضه ايه؟ او الحاجات اللي بتبان لي تبين لي ان ده حدث بسبب نقص حاد في الثيروكسين ومرض اسمه ميكسوديما، جفاف الجلد وتساقط الشعر، شايف انت الراجل ده يعني اصبع اهو، يعني شبه اصبع تمام. هو في الطبيعي ما بيبقاش اصلع كده، هو بيبقى عنده شعر عادي ولكن فجاه تلاقيه وقع تمام. طيب حلو، جفاف الجلد وتساقط الشعر، جلدك بيبقى جاف ما بيبقاش رطب، انا قلت لك جلدك في معدله الطبيعي بيكون رطب بس بايه بمعدل ايه متوسط كده معتدل، ما يكونش رطب قوي ولا جاف قوي، لا انما في المرض بتاع نقص الثيروكسين الحاد في البالغين اللي هو اللي اسمه المكسوديما بيؤدي الى ايه جفاف الجلد، جاف جدا تمام، وتساقط الشعر. حلو، هبوط مستوى التمثيل الغذائي تمام، هبوط مستوى التمثيل الغذائي. يعني ايه مستوى التمثيل الغذائي؟ والله التمثيل الغذائي ده معنى ان انا اكسر تمام، انا الايض قلت لك هدم وبناء، التمثيل ان انا اكسر هذا الغذاء واخد منه طاقه في صوره اي تي بي. ركز معايا في الحته دي، كسرت الغذاء خدت اي تي بي، الاي تي بي يديني طاقه ويدفيني. طب حلو ده في العادي، انما لو الثيروكسين نقص نقص حاد وادى لمكسوديما في شخص بالغ ايه اللي يحصل؟ التمثيل الغذائي يعني تكسير الغذاء لاخذ الاي تي بي بيقل بيهبط تمام. طب لو هبط مش هاخد ايه اي تي بي، طب الاي تي بي مش هاخده كفايه، طب الاي تي بي اصلا كان بينتج لي حراره في جسمي وبيحافظ على جسمي يديني حراره فما بحسش بالبروده تمام، ولكن هذا الشخص لا يتحمل البروده خالص لانه طبعا ما عندوش اي تي بي كافي انه يدفيه، نتيجه ايه؟ هبوط مستوى التمثيل الغذائي. اه انا عندي غذاء كتير في جسمي مخزن ولكن انا مش قادر اكسره تمام. طيب لان قلنا ده بيتحكم في معدل الايض الاساسي وبيؤثر فيه سواء هدم وبناء، هنا اهو هدم عشان كده قلت لك الهرمون ده هادم وبناء في نفس الوقت تمام. طيب انا الاكل عمال يتخزن في جسمي بكميه كبيره وانا مش قادر اكسره تمام،
بالعقل كده ومش قادر اكسره، فمش قادر اخد اي تي بي لدرجه ان انا مش قادر اصلا اتحمل شويه برد، تمام، جو بارد. طب حلو، ف تخزين الاكل زياده عن اللزوم ده هيزود الوزن، زياده وزن الجسم لدرجه السمنه المفرطه. شايف الراجل هنا عامل ازاي؟ سمنه مفرطه، حتى الجلد بتاعه ابتدى يعمل تجاعيد كده من كتر ايه الاسترتش. تمام. طب حلو قوي. هبوط معدل ضربات القلب. طب ما هو ضربات القلب دي بتنتج من انقباض عضلات القلب، وطالما انا اصلا عندي هبوط في مستوى التمثيل الغذائي مش هيبقى فيه اي تي بي كتير كافي لان القلب ينبض بصورته الطبيعيه، فضربات القلب هتقل. طب حلو قوي. شعور سريع بالتعب، ما هو طبيعي برضو، كل ده مترتب على ان ايه مستوى التمثيل الغذائي قل. تمام. التلاتة اللي تحت دول مترتبين على ان مفيش ايه استفاده من الغذاء، الغذاء عمال يتحوش وخلاص مش عارف اطلع منه اي تي بي، فهشعر اكيد بسرعه بالتعب لان انا الاي تي بي اللي عندي بيخلص بسرعه من غير ما انا يكون عندي تمثيل غذائي عوضني. طيب العلاج ايه؟ والله هو عنده نقص سيروكسين، اديله سيروكسين بقى. تمام. مش هعمل زي النقص العادي اديله يود فيكون سيروكسين، لا ده اصلا انا عندي مثلا يود بس السيروكسين برضو ما بينتجش. تمام. وايه شحيح جدا اليود، على ما اديهوله مثلا حتى لو هو عنده نقص في اليود هديهوله هستنى عليه فتره طويله لان النقص هنا كبير، الفجوه هنا في النقص كبير. تمام. طيب حلو قوي. فهديله الهرمون على طول علشان يخف على طول. تمام. هرمون الغده او مستخلص الغده. تمام. في فرق ما بين الهرمون اللي هو الهرمون دايركت كده على طول، او مستخلص الغده ان انا اجيب الغده واطلع المواد اللي فيها واديها له. تمام. مش الهرمون جاهز، لا ده المواد المكونه للهرمون، ده معنى كلمه المستخلص. تمام. طيب تحت اشراف طبي متخصص، مش اي حد كده هلاقيه معدي في الشارع هيعالج واحد عنده مكسوديما هيديله، ممكن يديله جرعه تموته. تمام. او جرعه تؤثر سلبا على صحته، مش هنقول تموته يعني. تمام. فلازم ده يكون تحت اشراف طبيب متخصص ايه في امراض الغده. تمام. حلو قوي. بص ادي شكل الجلد اهو، شايف جلد جاف. تمام. تحس انه جاف كده. تمام. والشعر متساقط من عليه، طبعا ده جلد الايه قدمين بتاع ايه رجل، فالمفروض يكون فيه شعر في ايه في ايه في المسام دي، حتى المسام مفتوحه اهي مكانها ايه الشعر متساقط. وشوف ده راجل ايه عامل عنده زي سمنه كده. تمام. طيب اللي بعديه، احنا كده خلصنا النقص والنقص الحاد، نخش في الزياده. زياده افراز هرمون الثيروكسين، والله بص ده التضخم او الجويتر الجحوظي، ده تاني نوع من الجويتر اللي قلت لك هنتكلم عليه بعد شويه، ادينا اتكلمنا عليه اهو. الجويتر الجحوظي ده بيعمل ايه؟ ده بيعمل تضخم ملحوظ بقى كبير اكبر من التضخم اللي وريته لك المره اللي فاتت في الغده. بص شايف التضخم عامل ازاي؟ هنا اهو اهو هنا اهو، بص ده ملحوظ اهو كبير اهو. تمام. تضخم ملحوظ في الغده وانتفاخ الجزء الامامي من الرقبه، شايف الجزء الامامي منتفخ قوي ازاي؟ التاني ما كانش منتفخ بالصوره دي. تمام. جحوظ العينين دي اهم نقطه بتميز لي، حتى لو انت دكتور لسه مثلا جديد في المهنه ولسه بتمارسها مش عارف تفرق قوي ما بين اللي هو التضخم البسيط والجحوظي في الغده نفسها، بتبص على جحوظ العينين بيبقى واضح قوي في موضوع التضخم الجحوظي ده او الجويتر الجحوظي، بتلاقي يعني ايه بارزه لبره كده. تمام. طب حلو قوي. تاني حاجه بقى ده العكس، نقص وزن الجسم، هرمون الثيروكسين كتير قوي، حلو، فبيكسر الاكل، عمال يكسر في الاكل. تمام. مفيش اكل بيتخزن، يا دوب بكسره على طول، فبنتج طاقه كتير. حلو. لما بنتج طاقه كتير القلب هيضرب بسرعه، زياده ضربات القلب، كل ده مترتب على ان الهرمون اصلا بيعمل ايه هدم كتير. تمام. طيب تهيج عصبي، تهيج عصبي، الاعصاب هتتهيج كتير، ليه؟ نشاط اصلا هيزيد، نشاط الجسم كله هيزيد، فالشخص ده تلاقيه عصبي. تمام. طيب ايه العلاج؟ والله انا الغده عندي كبيره، ممكن استأصل منها جزء. تمام. طيب بس طبعا الاستئصال ده مش اي حاجه، برضو بيحتاج جراح متخصص. تمام. او استخدم مركبات طبيه اتلف بيها جزء، يا اما انا مثلا مش عايز افتح الراجل ده مثلا افتح رقبته واقعد اشرح فيها واعمل عمليه، فبستبدل ده بان انا بديله مركبات طبيه او ادويه بتتلف هذا ايه الجزء اللي انا مش عايزه. تمام. طيب حلو قوي. وتاني هرمون عندي هو هرمون الكالسيتونين، مكتوب عنه جمله واحده بس ان هو
بيقلل نسبة الكالسيوم في الدم وبيمنع سحبه من العظام. يعني ايه؟ احنا اتفقنا ان الكالسيوم بيتخزن في العظم، قلنا ان من اهمية العظام انها مخزن للمعادن او العناصر المعدنية زي الكالسيوم والفوسفور. طيب هو بيخزن كالسيوم، الكالسيتونين ده ايه؟ والله العظم في الطبيعي بيخرج شوية كالسيوم للدم عشان الكالسيوم يحافظ على معدله الطبيعي بفضل هرمون تاني هنتكلم عنه الحلقة الجاية ان شاء الله. لكن الكالسيتونين ده بيعمل على ايه؟ ان لو الكالسيوم ده لقى بيخرج عمال على بطال كده بزيادة من العظم، لا يقوم هو يتصرف يقول للعظم ايه؟ وقف ايه؟ تخريج ايه الكالسيوم منك للدم، تمام؟ فيقلل نسبة الكالسيوم في الدم عن طريق انه بيمنع سحبه من العظام. وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة النهاردة اللي كانت بتتكلم عن الغدة الدرقية. كده الغدة الدرقية دي فيها كل حاجة قلناها، هرمونين كالسيتونين وهرمون ثايروكسين. ثايروكسين ما تنساش ان هو هدمي اكتر من انه بنائي، ولكن برضو بيعمل على البناء لانه بدليل ان هو بيعمل على نمو وتطور القوة العقلية والبدنية للجسم. وفي الاخير اتمنى تكونوا استمتعتوا واستفدتوا بالحلقة. لو عجبتكم الحلقة اعملوا لايك وشير للفيديو عشان يوصل لكل الناس واكبر عدد من الطلبة. ولو انت جديد اعمل سبسكرايب وفعل الجرس عشان يوصلك الحلقات الجديدة اول باول، تمام؟ وما تنساش تدخل معنا جروب التليجرام لو حابب تسألني في اي سؤال، وتحل الامتحان اللي هسيب لك لينكه في الديسكريبشن لو لسه ما حليتوش. وكان معكم دكتور محمود عثمان بكلية الطب جامعة عين شمس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.